نعم. ثم حبب إليه الخلاء. ما معنى الخلاء؟ تفضل. ما معنى الخلاء؟ تفضل. الوحدة التي فيها، ما هي فائدة الوحدة؟ ما فائدة الوحدة؟ انت اه لا، الوحدة هنا ما هي الفائدة الكلية التي كل ما ذكرته بندرج تحتها؟ نعم، هذا هو فراغ القلب، فلا بد أن تفرغ قلبك من كل شيء في، ثم بعد ذلك تتفكر، تعبد، تحاسب نفسك. فبالتالي صفاء القلب وخلوه من الأشياء مدعاة لك إلى ماذا؟ إلى هذه الأعمال الحسنة التي ذكرتموها. فإذا الخلوة صفاء الذهن، لذا صاحب الدين إذا دخل في الصلاة قبل أن يدخل يصفي ذهنه، لا يفكر والله لا أنا سبت الطبيخ على النار وهي بتصلي المرأة. الذهن مش صافي، بتفكر بإيش؟ بهذا الطعام وذاك بعمله. قال يا فلان ضلك عند التجارة، أنا أذهب. مش مطول عليه، طولش يا أبو فلان على السريع، يعني أختصر من الصلاة ولا حول ولا. فهو يفكر بالمتجر وبالحانوت، فكيف يخشع؟ حقيقة هذا يحتاج منا إلى صفاء. نعم. وكان يخلو بغار حراء. إذن ما معنى الغار؟ ما معنى الغار؟ تفضل. نقب في الجبل. نعم، هو نقب في الجبل. إخوتي في الله، لابد أن تحضروا من كتاب فتح الباري. فتح الباري شرح صحيح البخاري، كل هذه الشروحات أكثرها من فتح الباري. حضر، وإحنا اللي عندنا تعليقات وشروحات بتضيف بتزيد، لابد من التحضير. نعم. فيتحنث فيه. إذن ما معنى يتحنث؟ تفضل. نعم، هو بمعنى يتحنث، وأي يتبع الحنيفية وهي دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلذا قال فيتحنث فيه وهو التعبد. هاي وهو التعبد، هذا ليس من كلام الراوي وليس من كلام عائشة أم المؤمنين، وإنما ليس هو من كلام الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عائشة أم المؤمنين، وإنما هذا من كلام أحد الرواة. من هو؟ تفضل. محمد بن شهاب الزهري. نعم، محمد بن شهاب الزهري من أكبر المحدثين وعلماء عصره في التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان وهو يحدث بالحديث تمر كلمة فيشرحها، فيظن السامع أنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا وهو التعبد، ماذا تسمى هذه في علم المصطلح؟ ماذا تسمى في علم المصطلح؟ تفضل. نعم، الإدراج. فإدخال في الحديث ما ليس من كلام الراوي أو التفسير أو البيان، هذا يسمى اكتب يا ابني والله معلومات البلاء، اكتب. ليش تكتب؟ هذا هو تعريف الإدراج. نعم. قال وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. إذن هنا قال ذوات العدد، لما لم يحدد الأيام ذوات العدد؟ قال ذوات العدد، ما قال ذوات 15 20 30. ليش؟ لما لم يحدد؟ تفضل. نعم، اختلاف. كل مرة عندما يذهب النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فترة، هذه الفترة تختلف عن الفترة السابقة التي قبلها. نعم. قبل أن ينزع إلى أهله. قبل أن ينزع، ما معنى ينزع؟ تفضل. نعم، قبل أن يرجع. نعم. ويتزوج لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج مثلها. إذا ما معنى التزوج؟ ما معنى التزوج؟
ما معنى شباب الكل بتفرج في الكتاب ولا اللي ما بتفرج في الكتاب شو هيفهم؟ مين قدامه في الكتاب؟ إذا ما معك تفرج مع جارك مش راح تفهم. ضروري كل واحد يتفرج في الكتاب. حكينا الحكي أكثر من مرة. ما معنى التزود؟ تفضل. التزود هو استصحاب الزاد. نعم. حتى جاءه الحق ثم يرجع إلى خديجة. من خديجة؟ من خديجة؟ صوت في الأخير. نعم هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد. يأتي أخبارها لاحقا إن شاء الله عند الكلام عن المناقب. هناك كتاب في صحيح البخاري فيه تبويب لمناقب خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم. فيتزود مثلها حتى جاءه الحق وهو في غاية. إذا جاءه الحق شو يعني الحق؟ شو معنى جاءه الحق في الأخير؟ أنت جاءه الحق. إيش معنى الحق؟ الحق أي الأمر الحق. جاءه الحق هناك أمر الأمر الحق. نعم. وهو في غار حراء فجاءه الملك شوي وهو في غار حراء. نعم. فجاءه الملك. إذن فجاءه الملك. عندما جاءه الملك هل جاءه بصورته الحقيقية؟ لم يأته بصورته الحقيقية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لم يره على صورته الحقيقية إلا مرتين. عند سؤاله إياه أن يريه صورته وعند المعراج فقط. أما هنا لم يأتي بصورته الحقيقية. شو الصورة اللي راها؟ ما حدد. نعم. فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. ما معنى ما أنا بقارئ؟ ما معنى في الأخير؟ ما أنا أقرأ. لا مش ماذا أفرق. تفضل. نعم. نعم لا أحسن القراءة. لا أحسن القراءة. نعم. قال فأخذني فرصني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. هنا قال فأخذني فغطني. ما معنى فغطني؟ تفضل. ضمني. نعم ضمني وعصرني وحبس نفسي. وفي رواية عند الطيالسي فأخذ بحلقي. أمر سهل. نعم. حتى بلغ مني الجهد. ما معنى الجهد؟ تعب. تعب لكن أي تعب؟ أعلى غاية التعب. غاية التعب. نعم. فقال أقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال أقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول نعم. الله صلى الله عليه وسلم. فرجع بها الضمير إلى ماذا يعود؟ الآيات. نعم إما إلى الآيات وإلا وإما لا وإما نعم القصة. فرجع بها. نعم يرجف فؤاده. نعم يرجف فؤاده. طبعا هنا فؤاده ينبغي أن نتنبه أن هناك رواية يعني غير يرجف فؤاده سوف تأتي في الأخير. لكن هنا ما معنى فؤاده؟ يرجف فؤاده. لا شو الفؤاد؟ قلبه. واحد شو اسمك؟ والله فؤاد يعني قلب. شو هالاسم؟ فلا بد انك تسمي اسم ينم عن خلق ينم. عشان هيك احب الاسماء الى الله ايش؟ عبد الله عبد الرحمن يعني اللي فيها عبوديه لله. عشان هيك ريح اسماء الاولاد عبد الله عبد الرحمن عبد الخالق عبد الاعلى عبد المهند. ريحين غلبش حالك تفكر باسماء اولادك كلها يا احب الاسماء الى الله. بعض الناس يقول لك ايه كل عبد 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 الاسماء الى الله ولا شو بدك؟ كيف اسمي لك؟ ماشي نحكي اسماء يطلعوا واحد من القاعدين اسمه هيك.
فنرجع فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. على خديجة بنتي، شو اعراب بنتي؟ احسنت، بدل. فهذا مطابق، فلا بد انه يكون مجرور. خديجة اسم مجرور بالفتح عوضا عن الكسرة، لانه ممنوع من الصرف، لانه علم مؤنث. فهون بنتي بدل، فالان هذا مش ممنوع من الصرف، بدها تكون مجرورة. نعم. فقال زملوني زملوني. اذا زملوني زملوني فزملوه، ما معنى زملوه؟ ما معنى لفوه؟ نعم لفوه. اذا ما غطوا بس، لفوا لف. الله اكبر، امر شديد. يعني تصور حالك يجيك واحد بني ادم يطلع لك، مش يطلع لك. نعم. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. نعم، ما معنى الروع؟ تفضل. نعم، اذا الروع اي الفزع. وقال لخديجة واخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي. الله اكبر، لقد خشيت على نفسي. ايش يعني خشيت على نفسي؟ اذا هذا حقيقة اصل عقائدي لم ينبغي ان يترسخ في الاذهان، ان الخوف من المخلوقين ليس كله شرك. بعض الناس يقول لك اذا خفت انت من فلان فانت مشرك، لان الخوف لا يكون الا من الله. الخوف الذي فيه تصرف واثر عن بعد، هذا ان نسبته لغير الله شرك. كما كان يفعل بعض كبار السن، يقول من تجرأ على إيذاء فلان عند الولي عند القبر فسوف تمحق القرية. يعني الولي وهو في القبر ما بعرف عنده بيكبس كبسة بساوي شغلة، إلا الأرض تبلع القرية. لا أعوذ بالله، خرافات وضلالات. أما طلع لك أسد، قل لا، إذا خفت من الأسد معناته بصير مشرك. فورينا حالك، وقف قدامه وتشوفه. فإذا هذا لا يتناسب. هي النبي صلى الله عليه وسلم خاف من مخلوق. نعم، قال لقد خشيت على نفسي. طبعا الخشية ذكر الحافظ ابن حجر 12 قولا، قال والراجح فيها، ما هو الراجح؟ قال أصحها الموت، أي خشيت الموت أو المرض ودوامه. قال وما عدا ذلك معترض عليه، يعني خشيت على نفسي اما المرض او الموت او اظني مريض. نعم. فقالت خديجة كلا. كلا، شو معنى كلا؟ نفي. نعم، نفي، مش النفي وبس، والابعاد. يعني مش لا، كلا يعني لا وبعيد، يعني زي حتى في العوام يقول لك بعيد عنك، يعني هاي بعيد عنك، يا هم فاهمينها وبصوت كيف زي ما هم، لكن صحيح. نعم. والله ما يفتيك الله ابدا. الله اكبر، هاي النسوان ولا بلاش؟ هؤلاء هن النساء، عندما يصاب الداعية بثقل او صاحب البيت بهم يجد من يطمئنه ويرفع معنوياته، لا كله صير تصرخ له شو مالك ابو فلان صار معي، بلش ايش تصرخ. هاي ما بتنفع تكون زوجة داعي او عالم، او هاي بدها واحد زيها سلامتك مع بعض. فاذا ينبغي ان نتنبأ ان هكذا ينبغي ان تكون النساء، امثال خديجة رضي الله عنها، فهي التي ثبتت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام الحسن بمشيئة الله عز وجل. وعدا عن ذلك فيكون لا تصلح أن تكون زوجة عالم أو داعي. لذا العالم أو الداعية أو من أراد أن يكون كبيرا عليه أن يحسن الاختيار، أن يختار الزوجة المميزة عن غيرها إذا أراد أن يكون عظيما بمشيئة الله. حتى المثل وراء كل عظيم المرأة، لا هو توفيق من الله، لكن المرأة تكون سند. أما المرأة من عامة الناس فلا تصلح أن تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر هذا الكلام،
قال كلا والله ما يخزيك الله أبدا. طبعا في رواية يحزنك، والله ما يحزنك الله أبدا. لما تفضل؟ إنك لتصل الرحم. إذن ذكرته بالأعمال الصالحة، إنك لتصل الرحم. ما معنى الرحم؟ ما معنى الرحم؟ القرابة. لا قرابة محرمين عليه. لا حد الرحم، الرحم إخوتي في الله ما اشتركت أنت وإياه في أصلك أو فرعك في رحم. أخوك رحم؟ نعم. اشتركت أنت وإياه في وين؟ في رحم أمك. أبوك شو ماله؟ هذا الأبو بيختلف عن الكل، هذا توصية بنص القرآن. الآن الرحم أجى تعريف لأهل العلم، الرحم ما اشتركت أنت وإياه في رحم أو يرثه ويرثك، أو يرثه ويرثك. عشان هيك أجى الوالد هون، فهمتوا كيف؟ كيف أجى سيرة الوالد؟ فإذا هون الأمر ما اشتركت أنت وياه في رحم. بعض الناس يقول لك يا شيخ عمي رحم، الآن يقول تعال على القاعدة، أمك وأبوك، الآن أبوك يرثك، الآن الآن أصلك الوالد والأم، الآن هؤلاء والدك اشترك مع عمك في رحم فبالتالي رحمك، أمك اشتركت مع خالتك في رحم فبالتالي ايش؟ رحمك. اشتركت مع مين في رحم؟ هو رحمك. الآن نيجي على القاعدة الثانية، أنه يرثك وترثك. بنت عمك ترثك؟ ممكن ترثك. كيف؟ بمعنى أنه يطلع لها نصيب إما من الميراث أو من المطلوب إنك أن تتكفلها عندما لا يبقى لها أحد. والله ما صار في حرب، ما ظل حدا من أقاربك إلا أنت وبنت عمك، مرتك وولادك وبصر إيش، وهي بقيت لوحدها. الآن صير واجب عليك الكفالة والرحم، تقدر تزورها. فحقيقة بتفتح أبواب كثيرة وضوابط ما يطلقه بعض الناس من بعض الأشياء إطلاقات يعني لا يستطيع أن يجيب على مثل هذه الحالات. فكل شيء يا جماعة له ضوابط. فمن الخطأ أن تقول لا ما بصير أتكلم مع بنت عمي، نعم في الوضع العادي، لكن لم يبقى لها أحد طالب تحكي معها، تفقدها، تزورها هي وزوجها، ممكن أنت تكون سبب في حل مشاكلها. ضمن الضوابط عدم كشف العورات، عدم الخلوة، أمور أخرى، كل شيء له ضوابط. إذن القاعدة العامة في الرحم ماذا؟ ما اشتركت أنت وإياه في رحم أو مع أصلك وفرعك أو يرثك وترثك. نعم. قال وتحمل الكل. نعم. إذن ما معنى الكل؟ ما معنى الكل؟ تفضل. نعم. إذن هنا الكل هنا من لا يستقل بأمره، من لا يستقل بأمره. شو يعني من لا يستقل بأمره؟ نعم العاجز. نعم. وتكسب المعدوم. وتكسب المعدوم. إذا ما معنى وتكسب المعدوم؟ كيف يكسب المعدوم؟ ينفق عليه، أي يعطيه. هنا قال أي تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك. هذا المعدوم عندما تعطيه يكسب. نعم. وتقضي الضيف. طبعا المعدوم ما معنى المعدوم؟ فقير. إذا ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ الفقير لا يملك شيء، والمسكين يملك شيء. أحسن. إذا الفقير هو المعدوم الذي لا يأتي دخل. فلان قاعد عن الشغل له شهر شهرين بدور، مقصور عليه أجار البيت وبدور، ما في دخل بالمرة، هذا إيش؟ فقير. أما الثاني موظف بيجي دخل، بدفع أجار بيت وبدفع كذا وبدفع بدفع بدفع، آخر ما بصير 20 الشهر إلا هو إيش؟ شو 20؟ 15 شهر وإلا هو الزلمة إيش؟ ملحوظ. هذا إيش؟ مسكين. الفقير ما في دخل معدوم، المسكين يأتي دخل ولكن لا
يكفي. نعم أكمل. وتقري الضيف. وتقري الضيف ما معنى وتقري الضيف؟ تفضل. نعم هنا هذا من شيم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وإكرام الضيف وكسب المعدوم وتعين وتحمل الكل. نعم وتعين على نوائب الحق. نوائب الحق هاي جامعة لكل الأخلاق السابقة الحسنة، جامعة لكل الأخلاق الحسنة السابقة. نوائب إيش هي النوائب؟ المصائب، تعين على المصائب. نعم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل. طبعا هناك زيادة في رواية عند المصنف في التفسير وتصدق الحديث، قالت له خديجة قالت له وتصدق الحديث، وفي رواية وتؤدي الأمانة. الله أكبر أخلاق النبوة. نعم حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن عبد بن عبد العزة ابن عم خديجة. نعم إذا هنا حقيقة نقف لأنه درسنا فقط للسابعة والنصف، فالشكل هذا إن شاء الله نكمل في درسنا القادم عند فانطلقت به خديجة. وآمل من الجميع أن يأتوا محضرين من فتح الباري، وعندك أسئلة تجمعها وتظهر إن شاء الله الفوائد، وبعد فترة نتكلم عن منهج البخاري وما شابه. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.